تحية طيبة بالنسبة للهاكر والكراكر، تفسيرك مخالف لما درسته، هل أنت متأكد من شرحك؟ أنا بعرف إن الهاكر هو من يصنع البرامج بنفسه لهدف ما، أما الكراكر هو غير مبرمج، فقط يستخدم البرنامج اللي يصممها الهاكر لأهداف شخصية بسيطة. مشكور يا مبدع الشيء ده. لا هو أنت في عندك لبس الهاكر والكراكر. هاك 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 يعني اختراق، كراك يعني تعديل، يعني افهمها كده، هاك اختراق، كراك يعني تعديل. انت مش هتقدر تعدل الا لو اخترقت، اوكي؟ حتى احنا بنقول كراك البرنامج الفلاني، يعني انت معاك برنامج مثلا وعايز كراك البرنامج. يعني ايه كراك البرنامج؟ يعني البرنامج اللي بيأهلك انك تخترق او السكريبت بيأهلك انك تخترق البرنامج ده. فالكراك ده اللي بيعمله كراكر، هو لازم يكون قادر على الاختراق. في عندك موقع ويب سايت، الهاكينج انك تخترق الموقع ده اللي بيعمله الوايت هات والبلاك هات والجري هات والبلو هات وكل الهاتات، كل انواع الهاكرز باختلاف انتماءاتهم وسلوكهم، وطيبين ووحشين واشرار والى خلافه يعني. طيب اللي بيدمر بقى او اللي بيتحايل على قوانين الموقع ده احنا بنسميه كراكر برضه باختلاف درجته. يعني حتى لو وايت هات واخترق السايت بصلاحيات بنتريشن تيستنج، اختبار اختراق، وزرع تروجن في السايت بدون علم صاحب الموقع، فهنا اصبح كراكر ما اصبحش هاكر، تمام؟ وحتى لو بلاك هات، يعني حتى نفترض بان هو بلاك هات واخترق الويب سايت ولقى معلومات سريه على الويب سايت اطلع عليها ولكن ما تلعبش فيها وما خرجهاش بره، فهنا ما يعتبرش كراكر، اوكي؟ ده من وجهه نظري الخاصه يعني، كل واحد طبعا له وجهه نظره والمدارس كتيره في المجال ده. هنكتفي بالمعلومات دي كده النهارده او بمجموعه الاسئله دول. بكون سعيد على فكرة لما أتواصل معاكم، يعني كنت النهاردة تعبان جدا ومرهق جدا،